السلام عليكم. أشهر 10 فنانين رحلوا عن عالمنا وافتقدناهم في سنة 2019 وتركوا بصمة كبيرة في الوسط الفني، من بينهم نجوم كبيرة سنتعرف عليهم الآن سويا. ولكن قبل البدء ادعمونا بإعجاب لمعرفة عدد الأشخاص المهتمون بهذا المقطع. أولا، الفنان فاروق الفيشاوي. توفي الفنان فاروق الفيشاوي يوم الخميس 25 يوليو عن عمر يناهز 67 عاما، وتوفي بعد صراع مع مرض السرطان الذي أصابه في الكبد فتوقف الكبد عن العمل. الفنان فاروق الفيشاوي ولد في 5 فبراير عام 1952. ثانيا، طلعت زكريا. رحل الفنان طلعت زكريا يوم 8/10/2019 بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى إحدى المستشفيات في حي 6 أكتوبر أثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بسبب التدخين، حيث سبق وإنه تعرض لمشاكل في الرئة خلال الفترة الماضية، والتي تأثر الفنان بشكل قوي من التدخين والذي يجعله أكثر سوءا. يذكر أن التدخين من أخطر العادات التي تسببت في موت عدد كبير من النجوم، وفي مقدمتهم أحمد زكي ونور الشريف وغيرهما من الفنانين. ثالثا، الفنانة نادية فهمي. توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي يوم الخميس 14 فبراير عام 2019 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 سنة. الفنانة نادية فهمي ممثلة مصرية، ولدت سنة 1950 ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية. رابعا، عزة أبعوف. وفاة الفنان عزة أبعوف وهو واحد من أهم القامات الفنية الذي قدم كثير من الفن على صعيد الغناء والتمثيل. توفي في 1 يوليو من عام 2019 بعد صراع مع المرض. ولد الفنان عزة أبعوف 21 أغسطس سنة 1948 وتربى في عائلة موسيقية على يد والده الملحن المعروف أحمد شفيق أبعوف العميد السابق لمعهد الموسيقى العربية. خامسا، الفنان محمد نجم. توفي الفنان محمد نجم في فجر يوم الأربعاء 5 يونيو عام 2019 والموافق أول أيام عيد الفطر في مصر عن عمر يناهز 75 عاما بعد دخوله في غيبوبة لمدة يومين في مستشفى حي الدقي، اسمه الحقيقي محمد علي عوض. سادسا، الممثلة المصرية محسنة توفيق. توفيت الممثلة المصرية محسنة توفيق في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين 6 مايو عام 2019 عن عمر ناهز 79 عاما بعد رحلة عطاء طويلة في مجال الفن. ولدت محسنة توفيق في العام 1939 وحصلت على درجة البكالوريا في الزراعة عام 1968. سابعا، الفنان المصري محمود الجندي. توفي الفنان المصري محمود الجندي في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 11 إبريل عام 2019 عن عمر يناهز 74 سنة، وتوفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية. توفي الفنان محمود الجندي الذي أثر الشاشة المصرية بالعديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، كما شغلت حياته الشخصية اهتمام جماهير كثيرة عقب وفاة زوجته الأولى في حريق وإلحاده عن الإسلام وأشياء كثيرة حدثت في حياته. ثامنا، الفنان إسماعيل محمود. توفي الفنان إسماعيل محمود يوم الأحد الموافق 7 إبريل سنة 2019 عن عمر ناهز 69 عاما. الفنان إسماعيل محمود كان متميزا في الأدوار التي قدمها رغم أن أدوار بسيطة لكن تركت علامة بارزة في مشواره الفني. تاسعا، الفنان سعيد عبد الغني. توفي الفنان الكبير سعيد عبد الغني يوم الجمعة 18 يناير سنة 2019 عن عمر ناهز 81 سنة. الفنان سعيد عبد الغني استمر أكثر من 45 سنة في الفن وقدم الكثير من الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وكان من أشهر النجوم في فترة الثمانينات والتسعينات. والآن سنعرف فنانين أصابوا بأمراض خطيرة كادت أن تتسبب في وفاتهم، ولكن لأن الأعمار بيد الله وحده نجاهم الله تعالى من المرض والموت سبحانه وتعالى. سنتعرف عليهم الآن سويا. أولا، هنا الزاهد. يذكر أن الفنانة هنا الزاهد أكدت تعرضها لوعكة صحية شديدة جدا أجبرتها على دخول المستشفى 3 مرات أثناء رحلتها لقضاء شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي. ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها بموقع إنستغرام استغاثة إلى الله تطالب فيها الشفاء العاجل وتوقف الألام، وألمحت هي وزوجها لتعرضها لسحر أو حسد، حيث كتبت على حسابها بموقع إنستغرام اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي. ثانيا، ريهام سعيد. نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستغرام تطالب فيها الجمهور بالدعاء لها، وعلى ما يبدو إنها تعاني من مشكلات صحية
في أول تصريح لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، قالت الإعلامية ريهام سعيد لليوم السابع إنها تجهز نفسها خلال الفترة الحالية للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقي العلاج هناك. وتقوم ريهام سعيد خلال الساعات الحالية بالعديد من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء في مرحلة العلاج. وأكدت أن كل ما يخيفها حاليا هو وصول الميكروب إلى المخ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المرض ليس جلديا كما أشيع في بعض المواقع. ووجهت ريهام الشكر إلى كل من دعمها في هذه الأزمة، حيث أكدت أنها تلقت العديد من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنحها من الرد عليها، كما أكدت أنها تمكث حاليا في منزلها حيث نصحت الدكتور الخاص بها بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أي ميكروب جديد، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين. وكانت ريهام تعرضت لعملية خطيرة في الوجه بعدما أصيبت ببكتيريا في وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها ويحاولون القضاء على الميكروب، ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع العلاج مكثف خلال الفترة المقبلة حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها. وأهمية العلاج المكثف يأتي للسيطرة على البكتيريا ومنع انتشارها في الجسم، حيث أن هذا المرض يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. تساءلت الإعلامية ريهام سعيد عن سبب تعرضها للابتلاءات، وذلك بعد إعلان إصابتها بمرض خطير في وجهها، وبادرت بالإجابة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير إنستغرام قائلة: ابتلاك ليغفر لك، ابتلاك ليرى مدى تحملك وصبرك، ابتلاك الله لأنه يحبك. وكتبت ريهام سعيد أيضا على إنستغرام: حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعا، فالدنيا أصبحت مخيفة والموت لا يستأذن أحدا. ثالثا، إلهام شاهين. وأصيبت الفنانة إلهام شاهين بمرض خطير جدا، هو مرض اللوكيميا أو سرطان الدم. وقد صرح أخوها أمير شاهين إنها حاليا تتلقى جلسات علاج كيميائية، وهو ما تسبب في سقوط شعرها. ومن المعروف أن أصعب علاج هو العلاج الكيميائي، ولكنه الحل الوحيد لعلاج السرطان. وقد انتشرت عدة صورا لها أثناء تلقي العلاج، ولكن مرضها خطير وغالبا ما ينتهي بالوفاة، ولكن عائلتها تؤكد أنها ستكون بخير مع مواظبتها على تلقي العلاج. عافانا الله وإياكم، اللهم اشف كل مريض. وقالت أيضا إلهام شاهين في تصريح لها: أنتم تتكلمون أن العذراء مرتبطة بالمسيحيين فقط، وهذا ليس حقيقي لأنها تنتمي إلى كل البشر. والصورة الوحيدة التي في القرآن باسم امرأة هي صورة مريم، أي إنها مكرمة في القرآن الكريم كما كرمت في الإنجيل. وتابعت قائلة: أما من يقول عني إنني تنصرت بسبب هذا الكلام، هذا اسمه عبط، وأن هذا الشخص الذي يتهمني باعتناق المسيحية لا يقرأ القرآن، وأنا حلمت بالسيدة العذراء والذي يقرأ القرآن جيدا وصورة مريم آل عمران يعرف أن كلامي ليس اعتناقا للمسيحية، وأنا أحترم كافة الأديان وبحترم الدين اليهودي، وفي النهاية العذراء قيمتها لدي المسلمين مثل المسيحيين تماما. ولكن يقول البعض أن سبب اهتمامها الشديد بالسيدة العذراء هو أكبر دليل على اعتناقها المسيحية، لأنه يوجد في القرآن الكريم صور أشخاص مكرمين مثل صورة إبراهيم وصورة يوسف والعديد. لماذا لم تهتم إلى هذه الصور واهتمت بصورة مريم فقط الذي هي من أساس الدين المسيحي؟ وقالت الفنانة إلهام إنها منزعجة من تلك الشائعات. رابعا، فيفي عبدو. قبل تصوير حلقة رامز أصابت الفنانة فيفي عبدو بمرض خطير جدا نتيجة تناولها العديد من أدوية التخسيس، ولم تكشف عن المرض الذي أصابها. وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل، واكتفت بالكتابة عبر حسابها الشخصي على انستغرام: ادعوا لي أنا عيانة بموت، ادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين آمين. مرض فيفي عبدو أثار خوف محبيها وعلى صحتها لتنهال الأسئلة التي ترغب في معرفة ما ألم بها، الأمر الذي دفع ابنتها الكبيرة عزة مجاهد توضح ما حدث معها. وكشفت ابنة الفنانة فيفي عبدو أن والدتها تعاني من نزلة برد شديدة للغاية أصابتها بمضاعفات متماثلة في سعال وتكسير في عظام جسمها، مشيرة إلى أن والدتها مريضة للغاية، والطبيب أعطى لها أدوية وهي تتناولها حتى الآن. ولكن الفنانة فيفي عبدو لم تظهر مرضها الحقيقي وتخفيه لأسباب غير معروفة. يذكر أن الفنانة فيفي عبدو عادت مؤخرا للرقص في حفلات فنية يحضرها الجمهور، كما تشارك جمهورها على السوشيال ميديا فيديوهات أثناء قيامها بالرقص، وكان هذا المرض رسالة أو عقاب من الله تعالى لها، لأنها كانت تقوم بفتنة الشباب، لأنها قبل مرضها كانت تقوم بعمل بث مباشر كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص وتفتن الشباب. فوالله أعلم، يعتقد الكثير من الناس أن الفنانة فيفي عبدو أصابت بهذا المرض الشديد حتى تغفر لها كل الذنوب التي ارتكبتها، ويعتبر رسالة كبيرة من الله تعالى حتى تتوب وترجع إلى الله تعالى مرة أخرى.
شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.